الإعلام، الأخبار، القصص والتقارير. بسبب التقدم المجنون للتكنولوجيا صار بإمكان الكل تقريباً إنهم يحكوا القصص اللي بدهم إياها، ومؤخراً صارت إمكانية نشر هاي القصص أسهل وأسهل. العديد من المختصين بيحكوا إنه مستقبل الإعلام صار بإيدين الناس خلص، ودور المؤسسات الإعلامية الكبيرة مع استمرار وجودها ما رح يكون هو الدور المؤثر الوحيد. كتير من الأخبار والقصص صرنا نشوفها على اليوتيوب أو نقرأها في البلوكس، الصور في التلفزيونات ما بتعرضها، الإنترنت صار يعرضها. حالياً صار بإمكان أي شخص معاه كاميرا أو كمبيوتر إنه يعمل فيلم أو تقرير، بس مش لأنه تصوير الأفلام صار سهل ننسى قواعد العمل الإعلامي الصحيح زي المصداقية والموضوعية واحترام خصوصيات الناس. صور فيلم قصته بتعالج هذا الموضوع بالذات.